في ذات سياق وإحياء لفعاليات الذكرى 62 لعيد النصر، والتي جاءت هذه السنة تحت شعار تضحية نصر ووفاء، أشرف والي ولاية عام بوزقزل والناس على توزيع مقررات الاستفادة من 11111 سكن ضمن صيغتي السكن الريفي والتجزئات الاجتماعية عبر مختلف بلديات الولاية. سيد علي مطماطي رصد التالي. الحمد لله، اليوم رانا استفدنا السكن الريفي من دولتنا كتخير الدوله، واللهم لي الحمد. استفدت من مقررة بناء السكن الريفي بعد ما كنت حطيت الملف نتاعي هكا واحد المده ماشي بزاف، مده عامين. اليوم راني فرحانه الحمد لله. اليوم استفدت من السكن الريفي والحمد لله، عمر 19 سنه واستفدنا من السكن. كل ما جاو قايمين ما ندي السكنه انا في عمري 19 سنه. الحمد لله يا ربي. طبعا فيما يخص البرامج التنمويه الحمد لله على مستوى الولايه وقف فيها قفزه في جميع المجالات وخاصه في قطاع السكن. بهذه المناسبه اللي تم توزيع 1111 مقرر استفاده بمختلف صيغ سكنيه، وهذه ليست المره الاولى، سبق منذ ايام فقط ووزعنا اكثر من 300، والبرامج تبقى متواصله، لان الولايه اليوم نقدر نقول راهي عندها برامج هام على مستوى كل الصيغ السكنيه، منها تجزئات واللي هي كان عليها الطالب كثيرا. هذا البرنامج اللي نقدر نقول هو من اولويات في هذه الولايه، 12636 يعني قطعه ارض مهيئه وزائد الاعانه.